إضافة لإسماعيل الجندي الرباعي الدفاعي لفريق الأهلي. لكن نتابع هجوم السواحلي عن طريق اللاعب محمد زيدان. محمد زيدان يدخل منطقة الجزاء، يراوغ محمد زيدان وركلة جزاء، ركلة جزاء لمحمد زيدان. محمد زيدان داخل منطقة الجزاء أمام المدافع إسماعيل الجندي، صارت جاهزة وجاية والفرصة متاحة الآن لفريق السواحرة لأخذ. سار الحاج يحيى، فيها جول، فيها جول، فيها جول، سار الحاج يحيى وعزم شويكي مرة ثانية عن طريق سامع الوان، والدربك والفاول على سامع الوان. سار الحاج يحيى لم ينجح أمام عب الأعصاب من جديد، ممتازة عن طريق عزمي، قراءة رائعة، تحرك سليم، ردة فعل ممتازة جدا، وبراعة في القراءة والتوقع عن طريق الحارس. عزم شويكي بهذا التصدي الرائع في التوقيت الرائع، عندك حارس يشيل الفريق في أول خطأ. هجم كامل غريب، ولكن يبقى فريق الأهلي خطير. هذه كرة خطيرة 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 خطيرة، والهدف الأول، جول الأول أهلاوي، الهدف الأول في الشوط الأول اللي توقعنا فيه هدف وحيد يأتي لفريق الأهلي في الدقيقة 46 عن طريق اللاعب علي عيسى أو عمر عيسى، هدف الأسبقية للأهلي في توقيت الوقت بدل الضائع. عيسى كرة رائعة باتجاه الهجوم الأهلاوي والتصويب الصعب على أحمد على أحمد سلامة، والهدف الأول عن طريق اللاعب عمر عيسى. عمر عيسى ينجح في تسجيل هدف الأهلي الأول في اللقاء على حساب فريق السواحرة اللي كان ماشي المباراة، اللي كنا بنحكي بأنه بتحسن. تحرك من محمد منذر، سامع علوان في المنتصف، تعود لمحمد منذر في اليمين، سرعة موجودة، محمد منذر ممتاز الكرة داخل منطقة الجزاء، فرصة قائمة، محمد منذر من جديد والبنالتي، ركلة جزاء، ركلة جزاء من جديد لمنذر، يجيب بنالتي بانطلاقة رائعة من الجهة اليمنى، يتوغل، يتعدى المدافع الأول، يتخطى أيضا، وثم الإعاقة على علي ربعي. دير بالكم علي ربعي عنده بطاقة صفراء، علي ربعي عنده بطاقة صفراء، الحكم إذا كان رحيم سيكتفي بركلة الجزاء ولا فيها حمراء هذه الكرة. علي ربعي والإعاقة الواضحة، محمد منذر يتلاعب بدفاع الأهلي المخالف أو المرمى اللي فيه أحمد سلامة. محمد زيدان يتقدم، زيدان والهدف، هدف التعادل، أول أهداف فريق السواحلة في الموسم من ركلة جزاء عن طريق محمد زيدان، ينجح في إدراك التعادل في توقيت مناسب جدا، توقيت جيد للغاية بالنسبة لفريق يبحث عن قلب الطاولة الآن. محمد زيدان يتقدم، محمد زيدان بيمينه يحط على شمال الحارس عزم شويكي في زاوية صعبة جدا، تنفيذ ناجح، تنفيذ بارع، وتنفيذ يعادل النتيجة لفريق السواحلة لتصبح النتيجة 1-1 في اللقاء بين الأهلي